يعد الطبيب الروسي فلاديمير خافكين من أهم الأطباء الذين خدموا البشرية، إذ أنه عرض حياته للخطر لإنقاذ الملايين من البشر. ولد فلاديمير في 15 من مارس من عام 1860. تفوق في صغره في الدراسة وكان مجتهداً لأبعد حد. بدأ مسيرته العلمية كطبيب في جامعة أوديسا بأوكرانيا، ثم انتقل للعمل في معهد في باريس. وفي أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر بدأ يدرس في مجال دقيق، إذ حول خافكين انتباهه إلى دراسة علم البكتيريا العملية. في البداية اتجه لمواجهة مرض الكوليرا، إذ كان وقتها العالم أجمع يعيش فترة عصيبة بسبب عدم وجود لقاح ضد هذا المرض العين. هنا ظهر فلاديمير ليبهر الجميع في عام 1892 ويعرض حياته للخطر من أجل البشرية، إذ جرب لقاحاً ضد الكوليرا على نفسه واعتمد خلال التجربة على نوع مخفف من البكتيريا المسببة للمرض. طوره في مختبره الخاص ليتأكد من مدى فعالية اللقاح، ورغم نجاح تجربته إلا أن الكثير من العلماء شككوا فيه، لذا قام فلاديمير بتجربة لقاحه ضد الكوليرا على مجموعة أكبر من البشر ليثبت للعالم قدرته على تخليص الإنسانية من الكوليرا، هذا المرض الخبيث الذي أنهك البشرية على مدار سنوات طويلة. وعندما نجح الطبيب الروسي في تجربته للمرة الثانية، أبدت الحكومة البريطانية اهتمامها بإنجازه المبهر، وتم إرساله لمعالجة مأساة المرض في مستعمرة بريطانية بالهند. وبالفعل نجح فلاديمير في إنهاء معاناة الهنود هناك. كان للطبيب الروسي دوراً كبيراً أيضاً في مواجهة وباء الطاعون، ففي عام 1896 قضى هذا المرض على عدد هائل من سكان الهند، وللمرة الثانية لجأت بريطانيا له لمعالجة هذه الأزمة. وقتها تخلى كل مساعديه عنه خوفاً من إصابتهم بهذا المرض، لكن خافكين لم يستسلم وعمل بمفرده داخل مختبره، وتمكن خلال 3 أشهر فقط من ابتكار لقاح ضد الطاعون، وكالعادة جربه على نفسه للتأكد من مدى فاعليته. ساهم هذا اللقاح في تراجع نسبة الإصابة بالوباء إلى 50%، وصنف كأول لقاح فاعل ضد الطاعون في التاريخ. شاركنا، هل تعرف علماء عرب عرضوا حياتهم للخطر من أجل إنقاذ البشرية؟